صباح الخير. هنعمل النهاردة المافن الحادق أو مافن الجبنة والزيتون أو مافن الزيتون والجبنة. طبعا لما عملت مافن الفانيليا ومافن الشوكولاتة ناس كتير طلبت مني المافن الحادق، وواضح جدا الأطفال كلها بتحبه، من الحاجات السهلة البسيطة اللي بتعمل في 10 دقايق، حتى الكبار كمان بيحبوه، ينفع للانش بوكس، ينفع للسناك. هنعمله النهاردة في 3 دقايق بالظبط. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنخلط المكونات السائلة كلها مع بعضها. هنحتاج بيضاية في درجة حرارة الغرفة، وبعد كده ضفت عليها نص كوباية من الحليب، لبن الحليب، ونص كوباية من الزبادي. يفضل كل حاجة تبقى في درجة حرارة الغرفة. ربع كوباية من الزبدة السايحة أو الزيت لو ما فيش زبدة. هنقلبهم مع بعض كويس. هنحتاج كمان كوبايتين من الجبنة، اي نوع جبنة عندكم في البيت متوفر او يعجبكم، جبنة رومي، جبنة فلامنج، اي جبنة محببة ليكم، جبنة اسطنبولي او براميلي، بنقول عليها في مصر براميلي. انا هستخدم جبنة موزاريلا وجبنة شيدر. انا اخدت كوباية من هنا وكوباية من هنا، يعني 100 جرام من هنا و100 جرام من هنا. وبعد كده ضفت عليهم كوباية ونص من الدقيق، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح، ولو حابين كمان تزودوا فلفل اسود على الخليط زودوا. هقلبهم كويس جدا عشان خاطر البيكنج باودر يتخلط، يعني لازم تقلبهم كويس قوي هنا عشان البيكنج باودر، وإلا تخلطوه بقى مع الدقيق بره قبل ما تحطوه. بعد كده حطيت عليهم المكونات السائلة وهقلبهم مع بعض كويس. الخليط ده ما بيكونش سائل، يعني بيكون قوامه متماسك شوية إلى حد ما. أنا هضيف عليهم يعني رشة كده من الزيتون الأسود، دي اختيارية، اللي مش حابب ما يحطهوش، بس أنا بحب أحط حبة صغيرة قوي جوه العجينة والباقي بحطه على الوش. وبعد كده هنستخدم الصينية بتاعة المافن. أنا دهنتها بالزيت أو رشيت فيها رشة زيت وبدرتها بالدقيق كده وحط فيها المافن. يفضل مستخدموش الكابكيك لينرز أو اللي هو الورق بتاع الكابكيك لأنه ممكن يلزق فيه. بعد كده رشيت على وش كل واحدة فيهم رشة من الفلفل الأسود ورشة من البابريكا، حط على الوش بعد كده الجبنة وزيتون الأسود. هدخلها فرن على درجة حرارة 190 لمدة من 20 لـ25 دقيقة، أو لحد لما تحمر وتاخد اللون الذهبي من فوق. هيبقى ده كده شكلها. نسيبها لحد لما تبرد خالص وبعد كده نطلعها من الصينية. هش وجميل جدا، هوريكم بس شكله من جوه. شايفين من جوه عامل ازاي؟ شايفين الهشاشة بتاعته جميلة قوي. انا عملت قبل كده مافن الفانيليا، وعملت كمان مافن الشوفان، مافن الشوكولاتة. هحط لكم اللينك بتاع كل المافنز اللي احنا عملناه قبل كده مع الفيديو، او تحت الفيديو لو انتوا على الفيسبوك هتلاقوهم تحت الفيديو، لو انتوا على اليوتيوب هتلاقوهم في صندوق الوصف، علشان خاطر اللي حابب يعمل اي وصفة من وصفات المافن. احنا غطينا تقريبا كده معظم وصفات المافن وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية فيديو جديد.